بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا جهاز كبس الهويات. هذا الجهاز هذا مثل ما تشوفونه بدائرة كنترول سيطرة الأزرار مالتها مقياس الحرارة هذا والرولات اللي يكون فيها الكبس. هسه أنا فاتحكم إياه حتى نشوفه. الشغلات المكونات الرئيسية، إذا نشوف هذا الواير هنا ماد على الهيتر، بها هيتر واحد وبها أربع رولات، الاثنين الفوق ثابتات والاثنين الجو متحركات. فيها الماطور، شوف هذا الماطور شوي يقرب لنا عليه، يتحكم بالرولات هذين الاثنين، يعني المسنن موجود بس على هذين الاثنين، وهذا الدشكة الرئيسي اللي يتحكم بها من يفرها يفر الرولات. هذا هو الهيتر موجود على طوله. هذا الكارت هو كارت التحكم، وهاي الازرار مالته. الجهاز اللي انا عاطل به الفوليوم، يعني ما يتحكم بالحراره، ولهذا قاطع لنا الهيتر كامل، بدلناه الفوليوم. بس شوفوا طريقه الشغل مالته، نشوف الشغل مالته. اذا نلاحظ الامبيريه مالته، بس هنا ما عندنا امبيريه. شوفوا الجيت مالته، قرب الجيت. شوف هنا اقدر اتحكم اني، كان ما اقدر اي تحكم به. المسموح به لهنا لحد ال 150، هذا الخط الاحمر ما مسموح به. شوف الامبير مالته 1.9 بالعشرة 2 امبير. يعني هذا الجهاز حبينا مو بس فقط التصليح، حتى تشوفون المكونات مالته وطريقه العمل مالته. هاي الطريقه مالته، نقدر ندخل اي جيمة بعد ما يحمى الجهاز، ندخل هاي هنايا. شوف الطريقه، هاي اول اثنين لزمتها راح يمر وين على الهيتر، بعد ما يمر على الهيتر راح يعبرها على الثانيه حتى تكبسها وتاخذ الحراره مالتها. هاي الطريقه مالتها، هو يطلع وحده. هاي الطريقه مالته. فحبينا نشوفكم المكونات الداخليه مو بس التصليح. احنا التصليح اللي سويناه بس بدلنا الفوليوم هذه. هاي الطريقه مالتها، شوف كبسها وشكرا لكم.